كابتن فتحي، خليني ابدا مع حضرتك. عندنا او لعبنا مباراتين مهمين جدا الفتره الاخيره، سواء الاسماعيلي او الاتحاد. خلينا نتكلم عن مباراه الاتحاد وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل شيء. اقدر اقول ان يعني هذه المباراه ضمن سلسله المباريات اللي بنحاول انها تكسب ولا تلعب. اوكي، بمعنى ان لجمع نقاط للحصول على لقب. ليه بقى؟ لان عشان تقدر تلعب، يعني شفنا في الاتحاد احنا لعبنا تلت ساعه، ده اللي بيحقق كلامي. تلت ساعه دي سجلت هدفين، خلاص انت سجلت الهدفين، وصلت للتلات نقاط بتوعك. تحافظ على لعيبتك بقى بحيث يبقى عندهم مخزونه البدني ما يستنفذ. ده فعلا؟ لا يعني فعلا انت لما تلعب تلت ساعه بس وتجيب جونين تحافظ على اللعيبه على طول؟ لا، ولا تستنى؟ مش تستنى، يعني الى حد ما الريتم بدا يقل. اوكي، الحفاظ على اللعيبه بدنيا وفنيا وانذارات. انا عندي 7 لعيبه عندهم قبل ماتش معرضين الزمالك للانذار، طبعا. وانت عندك بقى عن ماتش مهم، فكانت في شويه ضغوط على الفرقه موجوده، فدي عايزه اللعب فيها بحساب اوكي، وبذكاء، وهو لعبها بذكاء المدرب، يعني كولر لعبها بذكاء، ان انتوا كونوا هاديين، خلاص احنا حققنا الهدف، وشايف الفرقه هو بيتعامل معاهم ان انا ما فيش داعي ان انا اضغط تاني جامد، خلاص اضرب بالراحة. خلاص اكمل المباراه بحيث ان انا ما است يعني ما يجيش فيه اهداف، وان انا ممكن اسجل اهداف بس مش بالشكل اللي انا بدات بيه المباراه، الضغط العالي والضغط المتقدم والضغط بكل الخطوط والضغط في كل حته في الملعب، اوكي، لان دي بتستنفذ مجهود جامد جدا يا كابتن من اللعيبه. فطبعا انا بحاول اقتصد في هذه المباراه، وبحضر نفسي للمباراه اللي هي هتتلعب يوم الخميس مع نادي الزمالك، بدليل ان هو بعد المباراه اداهم يومين اجازه. ده فرحوا في اليومين اكتر باليومين، بدليل كلام حضرتك يعني ان هم اللعيبه فرحت باليومين اكتر من، يعني هو راجل بيقول لك انا افتكرت ان احنا خدنا الدوري يعني من الفرحه اللعيبه يعني. لا، هم اليومين لان فعلا كانوا مضغوطين، وانت عارف ان احنا لعبنا الماتش الاولاني الاسماعيلي، وبعدين لعبنا ماتش الاتحاد والمجموعه هناك في نزوس من اسكندريه، صح، ففضلوا هناك فما خدوش اجازه بين بين الماتشين، فكل ده غير يومين اتنين، وبعدين يومين المدرب هيعمل فيهم ايه؟ هيعمل في اول يوم بعد المباراه الريكفر والاسترخاء، والمباراه اليوم الثاني هيعمل صح، فيه ايه؟ بيعد اللعيبه للماتش اللي اللي جاي. بعده. يعني عمليه كلها فيها ضغوط، فهو في هذه المباراه حاول بقدر الامكان الاقتصاد في المجهود، الاقتصاد والحفاظ على المخزون البدني، المخزون الخططي، المخزون الذهني للعيبه، عشان يفضلوا بقوتهم بحيث لما يرجع بعد اليومين الاجازه يبقى الماتش الزمالك يقدر يجهز نفسه.